حضراتكم هتقولوا هو احنا ايه دخلنا بالقصص دي؟ لناس واضح انها معاها فلوس ضخمه، فلوس زياده وبتستثمر. احنا عندنا عجز موازنه كبير وعلينا ديون وفوائد للديون بتزيد عن ديون البلد في عهد الرؤساء السابقين لجمهوريه مصر العربيه مجتمعين على بعض. ليه بقى عملنا صندوق سيادي؟ مفروض عشان نستثمر. طب لو مش هنستثمر بجد هنكون عاملينه ليه؟ في المادة الخامسة للقانون بيتيح لعبد الفتاح السيسي انه ينقل ملكية اي من اصول الدولة المستغلة او غير المستغلة للصندوق، يعني بس يشاور تتنقل الملكية للصندوق. ده ممكن يكون احد تفسيراته انه بعد نقل مقرات الحكومة للعاصمة الادارية الجديدة، فبالتالي الصندوق هيكون له حق استغلال وادارة الاصول والمباني والاراضي اللي بتمتلكها الحكومة في القاهرة، اللي هي المباني اللي هتبقى قديمة لما ينتقل. خاصة ان اللي هو احمد زكي عابدين بتاع شركة العاصمة الادارية قال انه هتنشأ شركة لاستغلال مقر الوزارات القديمة للانفاق على الجديدة. كده احنا عرفنا المصدر لتمويل العقارات او الاماكن الجديدة للوزارات هيكون الاماكن القديمة. الشركة دي تبع الصندوق او لا هنشوف في المستقبل. القانون بينص كمان انه من حقه ياخد اصول مستغله، يعني مش بس الاصول اللي هتفضى من الوزارات. بس ايه الشرط في القانون ده؟ بعد التنسيق مع الوزير المختص كانها ملكه. وده بينطبق عليه كل صلاحيات الصندوق اللي منها انه يبيع او ياجر ايجار ينتهي بالتملك او يشارك باي من الاصول المملوكه للدوله، يبقى شريكك فجاه. وده ممكن ينطبق على كل الشركات التابعه لقطاع الاعمال او الاراضي او العقارات الحكوميه وغيرها. مهم ناخد بالنا ان القانون بيسمح بالشراكه بين الصندوق وبين صناديق سياديه اخرى، هيبقى البايع والمشتري صناديق سياديه ما تعرفش حاجه عنها، اهمها صناديق الامارات، صندوق السيادي بتاع الامارات او السيادي بتاع السعوديه. ووارد الصناديق الضخمه دي تكون مهتمه فعلا تشتري او تستثمر اصول مصر.